والرحله كانت في المستوى تبارك الله، داكشي زوين تبارك الله. تقريبا عشنا لحظات زوينه منهم انا راه مارس قناعتي بالبيان دوبيا، وانني لاول مره انا جيت للمعرض ديال سميتو ديال المكناس. هذاك الشيء جا زوين تبارك الله، والدري تقريبا كلهم كانوا سعداء. فهمتيني اللي سولتي تيقول لك دوزت نهار زويون، والفضل تيرجع للناس اللي سهروا علينا وعيشونا اللحظات الجميله، وتنشكروهم حنا، وحنا ديما وراءهم في اي حاجه بغاونا حنا في المناسبه. حنا مستعدين. رحله زوينه وكانوا فيها الناس كاملين، وحضرنا هذا المعرض لاول مره، او انا كنحضر اول مره هذا المعرض اللي داز زوين الحمد لله، وفي واحد الجو رائع وزعما معتبر كاع مع الناس الاصدقاء ديالنا كاملين. شي كلمه في حق الناس اللي سهروا على هذا الرحله؟ وكنشكروا الناس اللي جابونا هنايا وحضرنا معاهم في هذه الرحله اللي كانت زعما معتبره زعما زوينه الحمد لله، وشكرا للناس اللي جابونا. نشكر سعيد التادلاوي، يعني عيط علينا وساهم منا وقال لنا جيو تعالوا عاودوا المعرض ديال المكناس، يعني ما كنا حاسين ما كنا ضانين ما والو، من اللي جا عندنا وقال لنا اللي بغى يمشي المكناس للمعرض وداك الشيء، وما عمرنا جينا ما عمرنا ما شلنا باش غادي نجي نخرجوا ولا شي حاجه، ما عندناش كيفاش باش غنتموت حنا جايين والمصاريف وعندنا الدراري وداك الشيء.